السلام عليكم، اليوم إيهاب جاي لندن، ياه! بس أول شيء خليني أعدل وأنزل فلوج اليوم. هذا مكان فطوري شكله حقعد فيه ساعتين حتى أخلص فلوج. ترى هذه فكرة تجارية حلوة إذا سووها في السعودية. كافيه بس كل شيء جاهز على جنب، وأهم شيء إنه في أشياء ساخنة. زي هذا كروسون ساخن مع طماطم وجبنة. كثير ناس سألت إيش اللابتوب اللي استخدمه؟ هذا أحسن لابتوب اشتريته صراحة، ويندوز ديل إكس بي إس 13 اسمه. وفي كثير ناس سأل ايش البرنامج المونتاج اللي استخدمه، انا استخدم برنامج اسمه هاوا دايركتور. اليوم يوم السبت ويكند، شوف كيف الزحمة. طبعا في الويكند ما اجي هنا مع الاطفال، ما ينفع، مرة زحمة. الساعة 3:30 ايهاب اتأخر علي كثير، انا حاجز شيء لساعة 5 فما في وقت كثير. اول ما يجي لازم ناكل بسرعة ونروح للمكان هذا اللي حجزت له. اوهو ايهاب شايفينه؟ قلت له قابلني الجوع عشان ما توقعني هنا، شوف قاعد يدور علي. Man, I haven't seen this guys for months. Miss you guys. Oh, I'm so embarrassed. والله إحراج. والله ما تكلمت مزبوط كمان. لما قابلتك كلشت قدام الناس. إيش الفشيل هذا؟ عاد. قبل ما أجي بصور بقول محمد أكيد بستنى قاعد بيعمل شيء. عارف والله. شفتك قاعد تدور علي. يا فين الكاميرا حقتك المكسورة هذيك القديمة؟ لا هذيك. آه مبروك. أوه. عاد عارف اطور والله اطور اصورك من بعيد لانه هذه ما شاء الله ايوه زوم عارف يلا يا بسرعه ما في وقت اجري يا شيخ اجري ليش تتاخر علي الله يهديك يقول اهم شيء في سريران كان خايف يكون سرير واحد طبعا انت تبعك الماضي سرير واحد ايش هذا يا شيخ يلا روح حمام بسرعه سوي بوب بوب بعدين نصلي يلا يلا في الحمام قاعد صور جوت الحمام حياته عمدا والله عرفت انك راح تكون تصور خلنا نجيبها بجوجل حياته 24 ساعه مع الكاميرا ما شاء الله صايره اسمع ترى الحمام ما فيه قفل ها فاذا كان الباب قافل لا تفتح الباب ها عشان ما تشوف يعني مفاجات حسن الكاميرا زي المسدس تعال 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 شوف 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 شايفين شوف شوف كيف شكله هو بيصور وانا بصور بيو كذا احنا ماشيين مع بعض بالكاميرا اي يلا يلا بسرعه يا هاب والله ما في وقت ترى يلا جري ما في وقت ترى يقدر ياخذ راحته تاخر علي يا ما شاء الله شكلك لابس رسمي كذا بس ناقص الكرافته كرافته حياك الله ابو بلال الله يحييك شو اخبارك كمان ان شاء الله نورت لندن والله من المنوره بريطانيا بوجودك يا شيخ كيف بريطانيا طيرت عليك وجودك انت ايهاب عندنا بس 20 دقيقه نخلص هذا كله صح انت نفسك انت اللي بطيب الاكل ايوه صح والله لازم ابدا اكل الساعه 4:30 لازم نكون في مكان معين الساعه 5 ارطب ارطب محمد ما تقدر بعد الاكل تركض شعور مو حلو انك تجري بعد الاكل على طول باقي اقل من دقيقه حتى القطار يمشي يا بسرعه الحمد لله وصلنا هاي يا فين رايحين يلا لندن بريدج الله اعلم يلا مش عارف امشي فوق الدرج ها امشي عشان ما في وقت تاخرنا اي مكان تروح لندن زحمه مره صح يا اخي مليان عالم انا احب هذا الشيء زحمه نشاط حركه امشي بشويش يصور يلا يلا ايهاب فين رايح احنا داخلين هنا يلا تقول لي داخلين هنا يلا يلا عرف الناس العالم كله تستنى هذا اطول مبنى في غرب اوروبا ايش بك هنطلع فوق نشوف لندن طيب يا جماعه شوفوا اعطونا هذا الجهاز فيري جود ماشين جهاز جميل يعني محمد تستغل انه انا عم بحكي طبعا ليه ما شاء الله فهذا جهاز للمبنى يعرفك عن كل شيء متاكد انه للمبنى اه بس شو المشكله محمد ايوه مشكله تعرف انه شكله زي جوال شايف بس فيش لغه عربيه بس انا وياه في البصره يا شوف 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 ورقم 33 انا دور 15 الحين السريع ما شاء الله السريع اوكي وصلنا دور 33 والله بسرعه ما شاء الله اي Okay. Same height as the London Eye right now. Oh wow. Same height as the London Eye. سمعت يقولوا في شيء مثير للاهتمام في الحمامات فوق الله يكرمكم حنشوف احنا ايش في. ان شاء الله تستمتع يا هاب في لندن. ان شاء الله. عندك ذكية من نوتنغهام يا اخي؟ مسكين ما عنده. كمان يمدينا نطلع فوق اكثر كمان. واو. اوه شوفوا شوفوا شوفوا. واو ايش المنظر هذا. مدينة عجيبة تاريخية. شيء عجيب تشوف المدينة هذه من فوق هنا. ايهاب اتحمس كثير. كذا حط وجهك انا بس باخذ صوره يلا في دور ثاني فوق احنا طالعين فيه اوه مفتوح السقف الله هذا مفتوح لا لا ورا عشان يبان نفس مشيته لا لا هنا هنا قصدي هنا هنا ايوه ايوه بس كذا من عندك لفه وامشيها سريع على الفيديو يلا يلا طيب انا حمشي وراك كثير ناس ما تحب المقارنة بس بالله في أراضي بيضاء هنا شوفوا ابحثوا ما في كله أرض مستخدمة
ما في راضي بيضاء. بس هذه محمد يعني ما بعرف هذه الشغلة خلاص لندن يعني مستثمرة من 500 سنة. بالله يروح جدة يا هاب قبل ما أتكلم شوف. لا لا لا. أكثر من نص المدينة راضي بيضاء. طيب يا شيخ بس ما شاء الله يعني لندن من زمان يا شيخ قديمة لندن على عيني وراسي جدة. حتى جدة قديمة إيش بك. رايحين عشان نشوف الحمامات الله يكرمكم. طيب. أوه. واو إيش الحمام هذا؟ يلا أنا هقعد هنا ساعة. ماليش. إيه إيه أنا أعرف. محمد يعمل. يلا إيه أنا هكون مشغول ساعة. استمتع. قفل الباب يا شيخ. شوف المنظر مع الحمام. أنا ترى حجلس هنا ما حقوم خلاص مع المنظر هذا. شوف محمد. الناس يطلعوا يضحكوا عليه. المغرب حيكون بعد شوية. الغروب. إن شاء الله. إيه. أحلى شيء محمد لو أنا معطونا باراشوتس. وننط من هنا بتنط؟ لا ما نط والله. والله جد؟ ما نط. تعرف أقول لكم هذا السر ما حدش يعرفه. إيه. لا. صراحة قبل ما أتزوج كنت بدي أطلع يعني أعمل باراشوت أنط من طيارة. إيه. بس والله بعد الزواج يعني الواحد خلص ما يعني أنا نفسي ها. وزوجتي للأمانة بتقول لي لا أنت عندك ولاد هسه يعني إن شاء الله ما تطلعش. صح كلام. ولا والله بنفسي صراحة بنفسي. لا لا صح كلام. سبحان الله سيارات والناس اللي تحت تحسهم ألعاب كده صغيرة زي اللي يلعبوها أنا سيمان من بعدهم وصغرهم من هنا. الشمس صغيره هذه مدينه بالكامل كيف تحسها صغيره من فوق هنا سبحان الله ما بالك اذا نظرت عليها من السماء يعني عشان كذا رواد الفضاء لما يطلع القمر يقول لك يعني لما تطلع هناك تكتشف شؤون الارض والمشاكل اللي احنا فيها كلياتها عباره عن صغير وما هي مستاهله سبحان الله الفكره تكلفه الدخول 150 ريال تقريبا للشخص الواحد 25 جنيه بس انا اشوف يستاهل اول مره انا اجي هنا شيء ثاني لازم تدفع على الانترنت تختار انت وقت معين وتيجي بعض الاوقات حتكون زحمه مره بالذات في الصيف زحمه اوقات وكمان وقت الغروب الناس تحب تيجي هنا وقت الغروب ترى هذا طلع ايفون شوفوا لما تعلي الصوت ترخي الصوت جدا مفيد يعلمكم عن تاريخ لندن من كل النواحي احنا كذا مره مشينا هذا كله الى لندن هناك شكل المسافه قصيره من هنا بس طويلة يمكن مشي ساعتين إيهاب يحسبني أصوره بس فعليا قاعد أصور هذول الرومانسيين جالسين هنا مع المنظر الرهيب ينتظر الغروب يا أخي بس بوريهم الأجواء الرومانسية هنا أيوه الأجواء الرومانسية إيش بك؟ وأنا وياك أبو جبع عن المشروع أيوه أيوه شوف كيف يصور إيهاب شوف كيف الكاميرا شوف شوف عشان كاميرته ما فيها شاشة كذا تيجي قدام بيعاني مسكين لازم يمسك الكاميرا من بعيد لما جبتها عارف كنت بدي انا كذا مره سهل ارفع الشاشه واشوف نفسي هو لازم يمسك الكاميرا بعيد عشان يتاكد انها تصوره بدات تظلم الاجواء بننتظر حتى تظلم بالكامل عشان نشوف الانوار كيف شكلها في المساء قبل شوي بحكي معي فجاه بقول لي معلش لازم يكون في مكان بعد كم 7:30 7:30 والان الساعه 6:10 يعني اول ايش شو اللي مخطط اليوم شو اللي في خطه اول ما نطلع من هنا لازم نستعجل معلش كمان ركض لازم يعني عشان ما نتأخر بدأ الزحمة تزيد مع الغروب صراحة شعور لا يوصف وانت واقفين هنا تستمتع بالمناظر هذه شوفوا كيف هاب يخبص عليهم هم بيتصوروا دائما كذا في ناس بيتصوروا هم يخبص عليهم والله كأنه صورة قدامك شوفوا شوفوا اقدر اقعد هنا الى الفجر انت الفجر الفجر اقدر ما عندي مشكله والله بس مستمتع بهذه المناظر رائع في طابور طويل للاسف حتى ننزل للاسف ما في وقت لازم نجري الى المكان الثاني انا حجزت مكان 7:30 الان تقريبا الساعه 7 ولازم نركب القطار حتى نوصله فلازم نجري بسرعه ها لازم نركب هذا القطار بعد نغير الله يسامحك قاعد نشري من محطة لمحطة ايش شعورك يا هب؟ شعوري مشوب شوف محمد شوف زحمة في القطار أزمة كثير ايش تقول يا هب؟ بقول له هسه مش عارف وين رايحين الله يستر يا رب رايحين هناك يا أخي أنا جبت إيهاب للمسرحية المسرحيات هنا في لندن يعني مرة حلوة أنصح أي واحد يجي لندن يروح للمسرحية يجربها العرض يبدأ بعد 8 دقائق عشان كذا كنا نجري الحمد لله وصلنا في الوقت هذا هو المسرح إيهاب ما تحس نفسك شباب معي تطلع تنبسط تجري لا يعني ما شاء الله عليك والله هو ركضنا يعني بناخذ سيلفي دحين أحلى شيء في السيلفي الناس اللي ورانا بيطالعوا في الشاشة دحين نشوف
في كراسي قيمتها فوق 500 ريال، تخيلوا. وكل كرسي تباعت ما شاء الله. واليوم كان في عرضين، كل يوم عرض واليوم كان في عرضين، عشان تعرف قديش مشهورة مسرحيات. بعدين المسرح يعني كان فيه تقريبا حوالي 200 شخص، يعني بقول 200 شخص ما شاء الله، اضرب عدد التذاكر باليوم يعني طلعوا ملايين ما شاء الله. بزنس دحين بريك والله يا شيخ. في المسرحيات هنا تشوف فن غير طبيعي، مرة تستمتع الواحد، مرة يستمتع. استمتعت انت؟ والله الأمانة يعني أصور مع بعض كمان يعني إبداع خيالي. شوف الزحمة في القاعة. الإشي اللي عجبني إنه العمل كلياته مباشر، يعني إن كان العزف يعزفه مباشر، ما هو مسجل. الغناء مباشر ما هو مسجل، فيعني كلياته معمول مباشر وإنت جالس بس تفتش على غلطة. يعني سبحان الله إشي عجيب عجيب. دخلنا مسرحية 7:30 والآن طلعنا 10:00، يعني مدة العرض 2:30، ما شعرنا به صراحة. صراحة فظيع، ما تدري إنه الوقت مشى، لأنه شغل يعني شغل ما فيها قصة جميلة وفيها عرض جميل، يعني ما تمل صراحة. في لندن في كثير مسرحيات في منطقة ويست إند معروف. إذا تبغوا ابحثوا على في جوجل على لندن ثياتر، راح تحصلوا كثير. تحجزوا أونلاين، لازم تحجزوا مقدما يعني قبل الأسبوع، وتأكدوا أنكم تحجز كراسي كويسة. رجعنا الفندق الساعة 11 في الليل، كان يوم جدا طويل. إيهاب استمتعت معي؟ والله ما شاء الله كان يعني يوم إيش يعني بيت مشغول، كل والله ركاب ركاب، لكن ممتع ما شاء الله. إن شاء الله استمتعت معنا، وبكرة إن شاء الله بحاول أنزل هذا الفلوق. ما أعتقد راح يكون عندي وقت، لأني راح أقضي صباح الغد مع إيهاب. الله يعني الله يعينه محمد. الأمانة يعني تنزيل فلوقات بشكل يومي صراحة إرهاق، فمحمد يعني يستاهل يستاهل يوصل مليون قريب إن شاء الله. الله يسعدك. تنسوش تروح على قناة صحيح. إيه روح على قناة إيهاب، اعملوا له سبسكرايب. حياكم، حبكم يا عائلة مشيع، تشوفونا في فلوق جاي إن شاء الله. السلام عليكم.